بسم الله والإبن والقدس الإله الواحد أمين. الإصحاح 20 من سفر الرؤيا بيكلمنا فيه عن أحداث مهمة، بداية انتهاء المرحلة الأخرانية وسقوط الشيطان وأتباعه والوحش والدجال في البحار وأقدر النار والعقوبة النهائية للأشرار، وينتهي الشر من العالم ويأتي المسيح ويدين المسكونة بالعدل ويدي الأشرار الناحية الشمال زي ما احنا بنقول في المديحة، يعني الشهداء حامين على الوقت ووقت الصدقوط دول في الناحية اليمين ودول في الناحية الشمال. طبعا ما فيش يمين وشمال، إنما المقصود دول إلى مكان كويس ودول إلى مكان في عذاب أبدي. وهنا ينتهي الشر وبنبتدي نشرح السنة. الإصحاحات اللي جاية هتكون ممتعة لأن كلنا متشنطين، إيه السنة هي فيها إيه؟ إيه يعني السنة عمالين نتحمل ضيقات واضطهادات، ناس تستشهد، عشان إيه بقى؟ لازم تبقى السماء واضحة قدام عينينا بكمالها. وهنا لازم في معرض كلامنا ان احنا نميز الاول احنا عندنا كم سنة. بيقولوا احنا عندنا كم سنة عارفين؟ في السماء الاولانية اللي هي فيها طيور، فيها طيارات اللي انتوا بتشوفوها. السماء الثانية اللي هي الافلاك، المدارات والكواكب الثانية. بعد كده اللي هي راحة بولس الرسول نسميها الفردوس. ايه الفردوس ده؟ عبارة عن مكان انتظار القديسين. وبعدين ملكوت السماوات، او اللي في بعض يقول عليها السماء الرابعة، ملكوت السماوات دي اللي هي لسه محدش شافها. يعني بولس الرسول لما راح شاف الفردوس اللي هو مكان الانتظار. ليه؟ لأن الله لسه ما دانش الناس، والناس راحت لمكانها الأخير الأبرار في المكان اللي فيه المجد الى الابد اللي هو سماء السماوات اللي هي السماء الرابعه. يعني نقدر نقول دلوقتي ان الفردوس ده وضعيه، هو مش مكان طبعا، لان اللي فيه مش اجساد، اللي فيه نفوس. حتى هنلاقي الاصحاح ده يقول لك رايت نفوس الناس. ليه؟ لان اجسادهم ماتت ولسه ما قامتش. فاللي موجود فوق مين دلوقتي؟ النفوس. رايت النفوس، لان الاجساد ماتت ولسه ما قامتش هتقوم. لما هتقوم الاجساد، النفوس والاجساد هيخشوا سماء السماوات للقديسين والعذاب الابدي للاشرار. معنى كده ان الفردوس ده هينتهي اول ما المسيح يجي ويدين الناس. مش هيبقى في فردوس ولا جحيم، ان في الجحيم هيطلعوا بالعذاب الابدي والقديسين هيطلعوا لملكوت السماوات الابديه. امين. فالفردوس والجحيم دول برضه مؤقت لحين ما المسيح ياتي ويجي. في الاصحاح ده في قضيه لازم نفهمها كويس الاول قبل ما نبتدي، اللي هي قضيه الملك الالفي. لان في اقول لكم القصه جت ازاي من اصلها، ان المسيح قال انا هاجي وهملك الف سنه. اتكلمنا في الاصحاح هيجي يملك الف سنه. ففي الفكر اليهودي المتعصب اللي هم اساسا تعبوا الكنيسه الاولى، في ناس كتير يهود بقوا مسيحيين بس فضلوا محتفظين بافكارهم. هم اليهود رفضوا المسيح اصلا ليه؟ لان قالوا ان المسيح هيجي هيعمل مملكه كبيره واحنا كلنا نبقى عظماء واسياد العالم كله، والرومان دول يبقوا تحت رجلينا ونملك على العالم كله ونقوم في ملكوت ارضي. المسيح لما جه بيلاطس بيحب يقول له انت ملك؟ قال له ايوه ملك، بس مملكتي ليست من هذا العالم. أي أنا ملك بس مش بالطريقة اللي أنتوا عايزينها. وإحنا بنقول وقال لهم ها ملكوت الله داخلكم، ونصلي أبانا الذي في السماء ليأتي ملكوتك داخلنا، يعني املك على حياتنا. وإحنا عارفين إحنا إمتى بقينا ملوك؟ من ساعة ما ملكنا حياتنا. إمتى نقدر نملك حياتنا؟ من ساعة الصليب والفداء بقينا ملوك. حتى في سفر الأمثال يقول لك ملك نفسه خير من ملك مدينة، يعني الواحد ملك نفسه. احنا حاليا في فترة الألف سنة، ده رأي كنيستنا، لأن في رأيين. الرأي الأولاني ده متمشي مع الفكر اللي نقدر نقول عليه اليهودي أو الصهيوني، اللي هو الفكر إيه؟ إن المسيح هيجي تاني ويملك ألف سنة على الأرض باليهود. يبقى رئيس لليهود، واليهود يبقوا أسياد العالم لمدة 1000 سنة، وبعد ال 1000 سنة يختطف وتبتدي الدينونة. الفكر ده اللي شجعه الكنيسة اليهودية أو اليهود المتنصرين في أوائل الكنيسة، لأن ده على مزاجهم.
على مزاجهم ان المسيح يجي ويملك باليهود تاني. طبعا المسيح مش محتاج انه يجي تاني ويملك باليهود، لو كان هيملك بيهم كان ملك بيهم، فهم رفضوه اساسا لان فكره الملك بتاعته غير الملك بتاعهم هم. هم لسه عندهم فكره انه يجي يملك ملك مدني ويبقوا اليهود المسيطرين على العالم ويعيشوا في 1000 سنه. بس الرد ده مردود عليه ردود كتيره مش مهم نخش في تفاصيله. المسيح هيجي والمسيح وصف ملكوت السماء بانه ما فيش فيه جواز مثلا. قال يكون كملائكه الله لا يزوجون ولا يتزوجوا، ملكوت ما فيهوش زواج. طب ازاي المسيح هيجي يملك 1000 سنه ومش هيكون في زواج؟ هيكون في زواج ال 1000 سنه دول هيبقى شكلهم ايه؟ فالفكر ده مرفوض جمله. ولكن اللي عمل البلبله دي ان بعض الكتاب القديسين في كنيستنا الاولى ابتدوا يروجوا لهذا الفكر. ولكن بعد شويه الكنيسه ناقشت الفكر وقالت ده فكر خطير جدا. ليه؟ لان احنا لو سلمنا ان المسيح هيجي تاني يملك 1000 سنه احنا كده بنقول لليهود احنا ماشيين مع عقيدتكم، واحنا كده بقينا منتظرين مسيح تاني يجي، كان المسيح اللي جه ده لسه مستنيين المسيح هيجي تاني. والمسيح قال بكل وضوح انا لما هاجي هدين، انا ذاهب اعد لكم الملكوت، وقت ما هاجي هدين، وهرمي دول على الشمال ودول على اليمين، فالكلام واضح انه مش هيجي تاني الا مره واحده. والمسيح مرارا وتكرارا يقول خلوا بالكم في اواخر الايام هيضلوكم ويقول لكم المسيح هوذا هنا او هناك، ما تسمعوش، انا مش هاجي تاني. مش هاجي تاني الا للدينون. فهمتوا القصه باختصار؟ واحنا بنشرح هيبان التفصيل اكتر. انما الفكره باختصار ان امال احنا دلوقتي فين؟ امتى بدات ال 1000 سنه؟ المسيح ساعه ما اتصلب الشيطان اتقيد. اتقيد ازاي؟ المسيح قال انا معايا مفتاح الهويه، راح خد الشيطان فتح مفتاح الهويه وخد القديسين من الجحيم وصعد الى العلاء وساب ساديا وراح بالقديسين راح في الفردوس، وهم حاليا في الفردوس في انتظار المجيء الثاني عشان يخش السماء القديسين ويخش في ملكوت السماوات الى ما لا نهايه، والاشرار اللي في الجحيم ياخذهم الى النار المعدله لملائكته وابليس وملائكته. يبقى امتى بدات ال 1000 سنه؟ بدات ساعه المسيح الصالح. واحد يقول لي طب هي 1000 سنه المسيح الصالح بقى لنا 2000 سنه. رقم 1000 احنا في تفسيرنا اللي كنيستنا بتقبله رقم رمزي. وليه بنميل للتفسير الرمزي؟ لان كل سفر الرؤيا ماشي من الاول رمزي. اشمعنى جم اللي بيفسروا تفسير حرفي وجم على 1000 سنه دي وقالوا المسيح هيجي وهيملك 1000 سنه؟ طب اذا كان المسيح هيملك 1000 سنه يبقى ال 140 الف للبكتيريين 144000 بس. فاكرين 144 فسرناهم قلنا ايه؟ 12 في 12 في 1000. ولكن 1000 دي لازم رقم تكون رقم رمزي. بدليل حتى ان احنا في كلامنا العادي لما تحب تفهم واحد حاجه تقول انا قلت لك 1000 مره. يعني قلت له 1000 مره او تقول له قلت لك 100000 مره. مش انت بتعمل كده في لعبتك؟ تقول له قلت لك 100000 مره. ما تلعبش في الموبايل بتاعك مثلا. 100000 مره يعني انت قلت 100000 مره يعني عايز تضرب مضاعفات ال 1000. معناها انك عايز تؤكد ان ده رقم رمزي لمده طويله. فالشيطان قيد. يعني الشيطان حاليا مقيد، واحد تاني يقول كل ده هو الشيطان مقيد، كل الشر اللي في العالم ده الشيطان مقيد. دي نفهمها ازاي؟ زي كل التفسيرات بتقول كده، ان هو زي الاسد اللي محبوس في القفص. اول واحد انا قريتها منه دي كان المتنيح الانبا يؤنس في قصص الغربيه. انه عامل زي الاسد جوه القفص. والاسد جوه القفص هل طبيعته اختلفت ما بقاش اسد؟ لسه قوي ولسه مفترس ولسه كل حاجه فيه، بس جوه القفص. طب المال بيعمل الشر ازاي؟ كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شعبه زي ما بيقول يعقوب الرسول. كل واحد ينجذب ويروح للاسد في القفص بتاعه ويدخل ايده يلعب معاه، يروح الاسد هبشه يقول لك الشيطان ضحك عليا. هو ما ضحكش عليك، هو من بعيد اغراك وانت انجذبت للشهوه ورحت له لغايه عنده، فبقيت في دايرته في مجاله. زي برضه يكون حيوان مفترس او كلب او اي حاجه ومربوط بسلسله وله مساحه بيتحرك فيها، السلسله تجيب لغايه هنا فبيخضك ويعمل ازعاج فانت تتخض تقع تتكسر. ما هو رغم انه مقيد انما بتخويفه ليه بره. أو يبين لك إن هو وديع يقول لك تعالى ما تخافش ده أنا كويس هتروح مقرب عليا، أو ما بقيت في محيط السلسلة بتاعته يفترس. هو الشيطان كده.
أمال إمتى الشيطان هيحل في الإصحاح ده؟ الله هيشوف إنه في أواخر الأيام الناس كلها مالت للشر خالص، فهيسيب الشر ينهي نفسه بنفسه. يعني مش هو الله اللي هيعاقبهم، أنتوا عايزين الشيطان. فاكرين لما قالوا أطلق لكم براباس هطلع لكم براباس؟ أنتوا عايزين الشر اختاروا الشر. أنتم مدام أشرار أنا هطلع لكم الشيطان. فهيجي المسيح ويفتح بئر الهوية اللي هو الشيطان مقيد فيه في أواخر الأيام، حيث زمن الوحش وزمن المسيح الدجال اللي هم عاملين ضيق عظمى على الكنيسة. فيطلع الشيطان الذي يقودهم، فالشيطان يحل من سجنه يسيرا أيام قليلة. في هذه الأيام هيكون ضيق مفيش مثله، لأن الشيطان منطلق. احنا النهاردة قاعدين في كنيسة وبنشتري كنيسة وبنصلي، تفتكروا لو الشيطان منطلق هيسيب المؤمنين يصلوا في كنايس؟ الكنايس كلها تقفل طبعا. وهذا هو المتوقع في الضيق الأخراني، إن مفيش حاجة اسمها مسيحية، ده هيفترس المسيحية والمسيحيين. فالشيطان لما هيحل من سجن يسيرا هتكون أيام صعبة جدا. وهذا الشيطان هيشتغل لمدة قليلة جدا، وهيقود العالم عن طريق الوحش والدجال. الوحش والدجال والعشر ملوك اللي هيساندوه، الكلام ده جه قبل كده، لحرب عالمية قال فيها جوج وماجوج. جوج وماجوج ومشرق وتوبال دول برضه كسرتهم بصفر حسقيال. مشرق حتى الأسامي زي الأسامي اللي موجودة حاليا، مشرق يعني زي موسكو، وجوج وماجوج دي جوج ده ملك ماجوج، ودي برضه موجودة في منطقة روسيا. هتكون حرب، بس في ناس قالت الحرب يعني هل لازم هتكون من روسيا؟ مش المقصود انها هتكون من روسيا، المقصود ان ليه جوج وماجوج الناس دي كانت شعوب قاسية جدا اللي طلع منهم التتار والمغول، وكانوا فظاع جدا وبشعين جدا. فإذا قالت حرب فيها جوج وماجوج، المقصود أكتر بالمعنى الرمزي برضه، بما اننا شايفين في المعنى الرمزي، انها تكون حرب شرسة زي بالنوع بتاعة جوج وماجوج. يعني في تفسير قال ما يمكن الحرب دي هتكون من روسيا او طالعه من روسيا، جاهز، لكن الاهم انها هتكون حرب شرسه ليها صفات الناس بتوع جوج وماجوج اللي هم التتار اللي هم دمويين. هتكون حرب شرسه، سيقود العالم او الشيطان اللي هيحل ده، هيقود الوحش والمسيح الدجال ويقود العالم في حرب شرسه. الحرب الشرسه دي هتنتهي بفناء العالم. فكأن الله هيعاقب الاشرار إن هم هينهوا على نفسهم ببعض. دي الجولة الختامية. إزاي ربنا هيعملها؟ هيطلع لهم الشيطان اللي أنتوا أساساً يعني بتسجدوا ليه، شوفوا بقى هو هيعمل فيكم إيه، وهو في الآخر هيفترسهم. ومن هنا العشر ملوك اللي هم هيساندوا الوحش والدجال هيلاقوا بلادهم خربت وحصل فناء العالم. نقدر نتخيل الحرب دي يعني دلوقتي شبه حرب نووية أو حرب دمار شامل انتهى فيها العالم. هي دي نهاية العالم. ويأتي المسيح على السحاب والأبرار هيكونوا خلاص بقى في قمة الضيق من الوحش والدجال ومش مستحملين لأن الأيام صعبة جدا. فسيفرح جدا كل القديسين بهذا المجيء الثاني، والملاك مخير هيضرب والأبواب تيجي وانتهى العالم. ده مشهد الإصحاح ده كله. يبقى تاني ملخص الإصحاح، المسيح قيد الشيطان لمدة رمزية إلى أن يحل تاني في أواخر الأيام. المدة الرمزية دي بدأت مع الصليب وإحنا فيها لغاية دلوقتي، لغاية لما يحل في أواخر الأيام. هيحل في أواخر الأيام، الشيطان هيقود الوحش والمسيح الدجال والعشر ملوك، هيقود العالم لحرب فناء تنتهي بدمار العالم وبمجيء المسيح ومكافأة الأبرار ودينونة الأشرار. فهمتوا ملخص الإصحاح؟ وأنا ماشي معاكم كده في السكة هيتضح الكلام أكتر. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهوية. مين الملاك اللي نازل اللي معاه مفتاح الهوية؟ هو المسيح اللي معاه مفتاح الهوية. وفي رأي يقول ممكن المسيح هو بس اللي يقدر يفتح الجحيم وهو اللي يقدر يقفل الجحيم، فيبقى المسيح بنفسه. أو المسيح لو ادى المفتاح لأي حد في الملاك وقال له افتح، خلاص بقى مكلف، الملائكة برضه ممكن تكلف. أيا كان الرأي الأكثر قبولا إن هو المسيح بنفسه. معه مفتاح الهوية وسلسلة عظيمة. وهنا برضو لو احنا ماشيين هتفسر ألف سنة حقيقية، يبقى الملاك ماسك سلسلة عشان يربط الشيطان. هو الشيطان ده يعني فعلا الشيطان ده روح هيربطه بسلسلة؟ ما هو كلام منطقي ان هو مش ماشي مع الكلام التفسير الحرف،
لازم يكون تفسير رمزي لانه الشيطان ماسكه بسلسله، قصدي يقول انه مؤيده، لكن هو طبعا مش مؤيد بسلسله، الشيطان مش محدود عشان يمسك بسلسله. وقيده 1000 سنه، مين الشيطان ده؟ اللي هو التنين الحي القديم الذي هو ابليس والشيطان. يعني عشان تقولوا مين الشيطان ده؟ هو بتاع زمان اللي اسقط ادم وحواء، هو. وقيده 1000 سنه وطرحه في الهاويه. هاويه يعني بحر، يعني حته من الاشقران كده، حته عميقه. وطبعا برضو دي معناها انها حاجه رمزيه لانه هي روح. يعني في حته مغموره كده ما حدش يعرف، مش مكان، لان احنا بنتكلم على روح. واغلق عليه. الكلام ده حصل على الصليب. وختم عليه كي لا يضل الامم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة. وبعد ذلك لابد ان يحل زمانا يسيرا. فاهمين كده ببساطه؟ بعد انتهاء المده اللي هو في زمن الوحش والدجال، وانتهاء 1000 سنة اللي هي المده الرمزيه اللي هي 1000 سنة بالظبط تفسير حركي، لابد ان يحل يسيرا. فيوحنا بيقول ايه؟ رايت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما. ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع. رأيت عروش، عرش 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 عرش. المسيح قال أنا هاجي في عرش، وكل القديسين هيجلسوا على عروش، وقال لهم أنتوا هتجلسوا وتدينوا أحباط إسرائيل. كل واحد يعرف. وفي قصص التأمين في شاب كان بعيد عن ربنا بيروح الكنيسة ما راحش، وفي الآخر العذراء نفسها نعرت له وخدته السماء فرجته على عروش، فشاف كرسي فاضي. ده بتاع مين؟ قلت له ده بتاعك أنت لو تبت وعشت حياة مع ربنا. فرجع بقى قديس، ساب كل الخطايا اللي كان بيعملها. ولما تنيح كان كاتب أنا هتنيح يوم كذا في الأجندة بتاعته، وكان عارف ميعاد نيحته. وبعد ما شاف الكرسي بتاعه فوق فضل متشافس إن الدنيا دي كلها كانوا فاضي، هو عايز ياخد المكان اللي هو شافه. فرأيت عروشا ورأيت نفوس. هنا رأيت نفوس ليه مش أجساد؟ نفوس الذين قتلوا. لأن الأجساد مات، وحاليا نفوس موجودة في الفردوس من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته. في أواخر الأيام ناس كتير هيتقتلوا لأنهم هيصروا إنهم مش هيسجدوا للوحش ولا لصورته، فهيستشهدوا. ولم يقبلوا السما على جبهتهم. فاكرين في أواخر الأيام الوحش والدجال هيعملوا إيه؟ اللي عنده السما على جبهته وإيده هو بس اللي هيبيع ويشتري، غير كده هيضطهد إلى الموت. ولم يقبلوا السمع على أبهم وعلى أيديهم. فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. إحنا حاليا ملكنا مع المسيح. آه ملكنا. مالك نفسه خير من مالك مدينة. كلنا جعلنا معهم ملوك وكهنة. ملوك على إيه؟ ملوك على أنفسنا. كان قبل كده لما كان الشيطان طريق الإنسان ما يقدرش يبقى كويس، وعمل أول جرايم، خلى أول أخين يقتلوا بعض. يقول واحد مني يقتل الثاني يعيسو. أسف. قايين قتل هابيل. قايين قتل هابيل. فأول يعني الشيطان لما كان مطلق كان بيقود الناس بالإجبار على الخطيئة، إنما إحنا حاليا مش مجبرين على الخطيئة. إحنا بنروح لها بكامل إرادتنا إذا انجذبنا وانخدعنا. مش مجبرين، إنما لو الشيطان مطلق ده هيبقى إجبار. وأما بقية الأموات فلم تعش. هنا بقى لازم نفهم حاجتين. الواحد فينا بيتولد مرتين، مرة في الميلاد العادي ومرة في المعمودية. ويموت كم مرة؟ يموت مرة واحدة ومرة تانية في الموت الأبدي. المسيح هياخد الأشرار يموتوا إلى الأبد. واخدين بالكم؟ الأشرار هيموت مرتين. يعني لو أنا شخص قديس يبقى اتولدت مرتين وأموت مرة واحدة، لأن الموت النهائي ده للأشرار بس، اللي هو هياخد الأشرار من الجحيم يحطوه في البحيرة المنتقدة النار. فاهمين ولا لأ؟ تاني، يعني نقدر نقول كده ببساطة، لو اتولدت مرة واحدة هتموت مرتين، ولو اتولدت مرتين هتموت مرة واحدة. فهمتوا حاجة ولا نشكر الله؟ نقولها تاني. لو اتولدنا مرة واحدة زي ما كلنا بنتولد وما اتولدناش الميلاد التاني بتاع المعمودية، يبقى هنيجي نموت بالجسد أول مرة
ونموت تاني الميلاد، نموت تاني البحيره المفتقده النار مع الاشرار وغير المؤمنين، يبقى هنموت مرتين لو اتولدنا مره واحده. ولو اتولدنا مرتين، مره بالميلاد ومره بالمعموديه، يبقى الموت التاني ملوش تاثير علينا، الموت التاني اللي هو الى الابد في العقوبه الابديه. فهمتوا ولا نشكر الله برضه؟ برافو كده تمام. فيبقى الموت التاني ملوش تاثير علينا. الانسان دلوقتي زي ما المسيح قال له لك اسم انك عايش وانت ميت. يعني ممكن واحد دلوقتي يبقى عايش بس قدام ربنا ميت. فنقصد بالموت الاول اللي هو ايه؟ الموت الاول اللي هو موت الخطيه. كل الخطاه دول قدام ربنا محسوبين اموات. انكم كنتم امواتا بالخطايا. ابني هذا كان ميتا فعاش. المسيح قال كده على ابن الضال، هو كان عايش ولا ميت؟ كان عايش ميت. ميت بالخطيه، يعني قدام ربنا ميت. فنقدر نقول ان اللي ما قامش الامه الاولانيه مش هيقوم الامه الثانيه. تاني معايا. الامه الاولانيه اللي هي القيامه بالخطيه. علشان كده احنا بيجي حتى في القداس الشمال يقول ايها الجلوس قفوا، مش قصده ان اللي قاعد يقف، قصده الجلوس في الظلمه والخطيه وقفوا. زي ما بولس الرسول بيقول ايه؟ قم ايها النائم استيقظ. فالذي لك المسيح هو قصده اللي نايم يصحى، قصده اللي نايم في الخطيه، يعني اللي مبلط في الخط، مش قصده اللي نايم نوم الظهر يقوم يصحى. فاهمين؟ حتى احنا في برضه نبقى فاهمين في القداس دايما يجي يقول الشماس يقول ايها الجلوس قفوا، تلاقي واحد قاعد يتكسف يقوم يقف. يا عم مش قصد الموضوع، مش قصد الموضوع مش كده. الموضوع ايها الجالس في الخطيه قوم استيقظ. فاهمين الفكره؟ فاللي مات اولاني وقام، مات اولاني مات في الخطيه وقام تاني، يبقى هيموت تاني ولا لا؟ تعالوا بقى بعض شويه. اللي مات اولاني في الخطيه وبعدين تاب، يبقى الموت الثاني هيطوله؟ لا. لا ليه؟ لانه هيروح الى الابد مع القديسين. انما اللي مات اولاني في الخطيه عايش لكن ميت. ده بدل ما يموت الموت الاولاني هيطوله الموت الثاني. نشكر ربنا فهمته كده. بصوا بقى بيقول ايه؟ واما بقيه الاموات فلم تعش. قصده بقيه الاموات في الخطايا. فلم تعش. بصوا بيقول ولم يقبلوا السماء على جبههم وعلى ايديهم. في ناس استشهدوا لانهم ما رضوش يخضعوا للشيطان، واما بقيه الاموات في خطاياهم فلم يعيشوا، لم يتوبوا. حتى تتم الالف سنه، هذه هي القيامه الاولى. القيامه الاولى هتتم في امتى؟ في نهايه الالف سنه، لما المسيح هيجي والاجساد هتقوم. مبارك ومقدس من له النصيب في القيامه الاولى، القيامه الاولى اللي هي التوبه. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. فهمتوا دلوقتي؟ مبارك من له نصيب في القيامة الأولى، القيامة من الخطية. يا بخت اللي قام من الخطية. ليس له الموت الثاني ملوش سلطان عليه. واضحة دلوقتي ولا صعبة؟ تاني. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. يعني ربنا يقول يا بخت كل واحد يتوب ويقوم الأمة الأولانية. هذا الموت الثاني ملوش سلطان عليه. هؤلاء ليس الموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة الله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة. ده فترة حياتنا على الأرض، ده ينطبق على فترة حياتنا على الأرض. سنملك مع المسيح، نملك على أنفسنا ونملك على روحياتنا ألف سنة. يعني فترة حياتنا. ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم. ربنا هيقول للأشرار أنتوا عايزين الشيطان هطلعه لكم. يحل، هو بيقولها تاني، بيحكيها تاني، قالها في الأول إنه فتح الهوية، بيقولها تاني أهو. يخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض، جوج وماجوج. وستقول جوج وماجوج، يعني تقوم حرب شرسة من نوعية جوج وماجوج بتوع الناس اللي هم التتار. حرب شرسة قد تكون طالعة من المنطقة دي، ولكن محورها برضه في الحرب هيكون منطقة فلسطين والقدس. قد تكون جاية تجتمع الدول من الشرق والغرب. الرؤية اللي واضحة دلوقتي انه سيقود العالم كله إلى حرب.
شرسه يجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. لاحظوا انه لما بيعد عدد الاشرار يقول لك مثل رمل البحر، لما يعد عدد القديسين يقول لك مثل نجوم السماء. فصعدوا على عرض الارض واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينه المحبوبه. فصعدوا على عرض الارض، يعني اجتمع العالم كله في حرب، وفي محاوله اخيره للشيطان انه ينهي على الكنيسه. هيحاول ان الشيطان يعتدي على الكنيسه في محاوله اخيره، ولكن الله هينزل نار من السماء ويبيد الاشرار الذين حاولوا الاعتداء على الكنيسه. فصعدوا على الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. يعني هتكون حرب ما بين الدجال والوحش وأتباعهم وبين القديسين. في الحرب دي هيحشد الدجال كل قواته من كل نواحي الأرض، سفن حربية وطواريخ وطيارات وكله، وهتبتدي انتصارات السماء وعقوبة الأشرار. هنا بقى خلاص المسيح جاي. في آخر محاولة لاعتداء الوحش وأتباعه على الكنيسة، بعضه بيقول إيه؟ على المدينة المحبوبة. إيه هي المدينة المحبوبة؟ أورشليم بمعناها الحقيقي، الأقرب إنها تكون بمعناها الرمزي. المدينة المحبوبة اللي هي أورشليم. يقول أحب الله أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب، أعمال مجيدة قيلت عنك يا مدينة الله، أن أم صهيون تقول إنسانا. ده في أورشليم. واحنا بنسمي الكنيسه ايه؟ اورشليم السمائيه. فممكن المدينه المحبوبه اورشليم دي مش المقصود بيها بس القدس، قد تكون وقد تكون الاوقع والاهم ان الكنيسه، الاعتداء ده موجه للكنيسه، لاورشليم الجديده، احنا اورشليم الجديده. في هذا الاعتداء الاخراني هيحاول الشيطان انه يأذي الكنيسه ويحيط بالكنيسه، ولكن الله هينزل نار من السماء وياكله ويجي المجيء الثاني. يعني هنتكلم في اخر مشهد قبل المجيء الثاني، لانه في هذا المشهد هيروح واخد الاشرار دول والوحش والدجال، هيكون رماهم في البحيره المتخطه بالنار، وياخد اعمالهم ويرميهم كمان يحصلوهم. هقرا تاني. ثم متى تمت الالف سنه يحل الشيطان من سنين ويخرج يضل الامم في اربع ذوي الارض جوج وماجوج، يجمعهم للحرب اللي عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض الارض واحاطوا بمعسكر القديسين. هذه الحروب المجتمعة اللي هيجمعها الشيطان بمساعده الوحش والدجال، هيقودوا العشر ملوك للحرب، هيكون عددهم زي رمل البحر، هيحيطوا بمعسكر القديسين وبالمدينه المحبوبه الكنيسه. فنزلت نار من عند الله واكلتهم. وابليس الذي كان يضلهم طرح في البحيره. احنا في المشهد الاخراني بنخلص، مش لسه يعني ما فيش حاجه بعد كده، ده اخر عقاب. اخر اعتداء على الكنيسه، ربنا هينهي بطريقه كده، ونزلت نار من السماء واكلتهم. وهياخد بيقول لك ايه؟ وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيره النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب كانوا سبقوهم. يعني احنا بنحكي اخر الله. وسنعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. ده مشهد انتهاء العالم. لاحظ ان هو مشهد انتهاء العالم كل شويه يجيبه ويرجع تاني فلاش باك تاني لورا. بس كل شويه يطمنا هينتهي الشر، هيتاخد الوحش والنبي الكذاب والاشرار اللي بيحاولوا بيحيطوا الكنيسه، وكلهم هيترموا في البحيره المتخذه نار، وسيعذبون الى ابد الابدين، ودخانهم مش هيخلص، يعني العذاب مستمر. ثم رايت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الارض. عرش عظيم ابيض، عرش متميز، خروج بس ده عرش متميز، والجالس عليه اللي من وجهه هربت الارض والسماء ولم يوجد لهم موضع. مين ده؟ المسيح. ورايت الاموات صغارا وكبارا واقفين امام الله، وانفتحت اسفار
أسفار من غير أفلام. انفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة. عارفين إحنا في صلاة بتاعت ستار موجودة في الأبية بيصليها رمضان، ممكن طبعا كلنا نصليها. يا رب إن دنوتك مرهوبة، استحشر الناس وتقف الملائكة وتفتح الأسفار وتكشف الأسفار. يعني هيجي في وقت الدينونة وكل واحد كل حاجة متسجلة زي جوجل كده. لما تجيب الهيستوري بتاع جوجل انت دخلت ايه شفت ايه عملت، نقدر نجيب الهيستوري بتاعك لمده شهر، سجل حياتك كله، سفر هيتفتح كله وهيبقى فضيحه. عشان كده هنقول ايه، نلحق نتوب ونمحو خطايانا قبل ما يجي وقت خطايانا تفتح الاسفار وتكشف الاعمال وتبحث الافكار. مش بنقول كده في الصلاه اية إدانة تكون انا المنضوب بالخطايا، هتتفتح كل الاسفار. طبعا احنا ارواح مش اجساد، ف بطريقة ما كل حاجة هتتعرف لكل حد، كل واحد هيتقال ده عمل وعمل وعمل وعمل. وبالتالي شفتوا نتيجة انتخابات السويد بسرعة كده، كله طالع على الكمبيوتر، كله طالع، كل حاجة متسجلة، النتيجة طالعة، كل حاجة اتعملت، النتيجة إن أنت يمين وأنت شمال. وانفتحت الأسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. يبقى الأسفار دي كان فيها إيه؟ أعمالهم. اتفتح سفر لكل واحد واتفتح قدام كل الناس. وسلم البحر الأموات الذين فيه وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيه. البحر في ناس، وسلم البحر الأموات الذين فيه وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيه. ودين كل واحد بحسب أعماله. الموقف هيكون صعب جدا، إن الأشرار ساعتها هيقولوا احنا يعني كان عبيه جدا وكان قدامنا فرص، والقديسين هيقولوا يا الحمد لله. لما تفتح الاسفار كلها بتاعت كل واحد وكل واحد يفضح. البحر لا يرمز للعالم، وسلم البحر الابواب الذين فيه. العالم هيسلم كل الابواب اللي هم الخطاة، الابواب اللي فيه يعني الاشرار اللي فيه، وهاتي عليهم يوم الرب. وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيهم ودين كل واحد بحسب أعماله. يعني العالم الشرير سلم أشراره لربنا للدينونة، فاتفتحت أسفارهم فالحكم عليهم بناء على ما ظهر في هذه الأسفار. وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيهم. الموت والهوية اللي هو الجحيم، الأموات اللي فيهم، الأموات بالخطايا سلمهم. الجحيم طلع الناس اللي فيه تقول له ليه؟ عشان خلاص الجحيم هيقفل، هيطلعوا من الجحيم ويخشوا النار المعدة إلى الأبد. فاهمين؟ العالم سلم الناس الأشرار اللي فيه عشان يدانوا، والجحيم سلم الناس اللي فيه، والاتنين هيتاخدوا، والجحيم يقفل والفردوس يقفل، وبتوع الفردوس يروحوا للملكوت الأبدي وبتوع الجحيم يروحوا للعذاب الأبدي. يقول وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيهم. كل واحد بحسب أعماله، دي اللي احنا بنقولها في القداس الدينونة، كل واحد بحسب أعماله هو. ومن العجيب أننا كلنا مشغولين بأعمال الآخرين. يعني لسه كنت بفكر في الفكرة دي، بينما أنت هتسأل عن أعمالك أنت مش عن أعمال الآخرين. كل الناس شغالة في الإدانة والنقد وشوف ده بيعمل وإيه الحاجة بيها، وفي الآخر الامتحان جاي بالنسبة لك أنت عملت إيه؟ عمره ما هيسألك دول كانوا بيعملوا كده ليه؟ دول هو هيسألهم، لكن انت هتسألها عن نفسك بس. لاحظوا ان كل الميديا مشغوله انها بتدين بعض، وكل الناس بتتهكم على بعض، وكل واحد شاغل نفسه بالاخرين. والحقيقه يعني ان الامتحان مش هيجيب سيره حد خالص. كل واحد هيجي انت بس عملت، يا ريت حتى هيتسال انت عملت كده ليه؟ هيتسال انت ما تبتش ليه رغم الفرص اللي خدتها؟ انا مش هسألك عملت كده ليه؟ انا عارف ان انت يعني عرفته خلاص، لكن المهم ليه ما تقولش؟
ولاحظوا مش كناحه نياته، يعني ده يقول لك انا كانت نيتي كويسه، صدقني انا كان نفسي ابقى بتاع ربنا، صدقني انا كنت عايز اروح الكنيسه، كنت عايز اخلص الانجيل، صدقني كنت عايز ابقى راهب، كانت نيته كده، لكن نيته ما حاسب بالاعمال مش بالنيات. هنا بقى الاعمال مش بالنيات، الاعمال بالافعال. وطرح الموت والهوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. الموت الثاني اللي هو البحيرة المتقدة النار. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. يبقى باختصار المشهد الأخير إن الشيطان هيحل من سجن يسيرا في أواخر الأيام، في نهاية الألف سنة اللي هي بدأت من الصليب وهتنتهي بابن يحل من سجن يسيرا، علشان يقود الوحش والدجال والنبي الكذاب بمساعدة الملوك العشرة لحرب عالمية من الشرق ومن الغرب ومحاولة الاعتداء على الكنيسة. وهنا بقى ربنا هيتدخل، هياخد النبي الكذاب والوحش يدنوه في النار، وياخد اللي حاولوا يعتدوا على الكنيسة دي بنار تنزل من السماء تاكلهم، والجحيم يطلع الناس اللي فيه الأشرار عشان يحصلوهم، والفردوس يطلع القديسين وياخدهم ويجلسوا على عروش إلى الأبد. دي ده ملخص الإصحاح. ده يعني النهاية في العالم، آخر مشهد. الإصحاحين اللي جايين بعد كده أجمل وأجمل، لأنهم بيوصف لنا أورشليم السمائي. أحلى إصحاحين في الكتاب المقدس كله يمكن، وممكن ناخد وقتنا فيهم يعني، لأن هما دي السماء. دي بقى اللي احنا بنتحمل علشانها كل حاجه. اذا ما كانتش واضحه واحنا لما نيجي نوصف السماء، يوحنا الرائي تقريبا ما بقاش عارف يوصف، لان جمال عمره ما شاف زيه، فمش عارف يقول دي زي ايه، دي زي ايه. فاحنا بنشرح الاصحاحين الجايين، اقروهم كده مبدئيا لغايه